ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما عدناكم بنبدأ حلقتنا بالصلاة والسلام على رسول الله، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وزي ما عدناكم بنعرض لكم كل حياتنا. احنا دلوقتي عملنا زينة رمضان، غيرنا السيشن كاب اللي احنا كنا عاملينه، وزودنا شوية حبة من اليمين وحبة من الشمال، عملنا البتاع دي تمام، وجبنا فرعين النور دولت بخمسة ستة جنيه من عند ابو كريم وفردناهم ماشي، بس مش وقلنا نعمل جو رمضان، وان شاء الله بمشيئة الله هتلاقونا دايما معاكم في رمضان، فكوميديا ترفيه تراجيدي مقالب وكده، والدنيا جميلة. حتى بص النور، شايفين النور والعلاقة؟ الله الله الله، ادي 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 العلاقة، ارفع النور. ده متكلف شغل فخر من الاخر ده، وشكلك شكلك حبيبي، انت شكلك حبيبي. قولوا لنا كده في تعليقاتكم ايه رايكم في التصرف والتكاليف دي كله، شغل فاخر من الاخر، شغل فاخر من الاخر يا حبيبي. انا عايز اقول لك حاجه. قول يا اسطى. هو في فرح تحت في الشارع، الناس بتعمل فرح وانا جايه، بيقولوا هيقعد 30 يوم. لا ده مش فرح، في فرح بيقعد 30 يوم. ما انا حجز لكم في خمس كراسي، دي المائده بتاعت الرحمن، مائده رمضان. طبعا كل اللي ما عندوش الفطار في رمضان هيروح يفطر على المائده دي، وانا حجزت لكم خمس كراسي. أول يوم؟ 30 يوم كلهم بستنى على النبي. شادي بتقولي فرح، ده فرح كبير. وزي ما وعدناكم بنختم حلقتنا بالصلاة والسلام على رسول الله، وانتظرونا في رمضان، وكل سنة وانتم طيبين يا رب تكونوا بخير، وتبقى سنة سعيدة ورمضان كريم علينا وعليكم بالخير. ومتنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت، يا سلامكم لكل جديد. فضلا وليس أمرا، يوميات الحاج الكابوريا مش ده غلط.